تشربي شاي؟ شو عم بتساوي؟ فوتون شو عم بتساوي؟ عندي حساب ولازم خلصه. حساب شو؟ كم سنة وكم شهر وكم يوم أنا لازم أشتغل بشكل متواصل لأخلص من حضرتك ومن هالحالة الزفت. أنا وصيت على محبس جديد، الأسبوع الجاي بيكون جاهز. خلصنا بقى فوتون، لا تكبرية. لما أنت ضيعتي جهاز التسجيل أنا ما زعلت منك هالقد. مو صح، انت عملت اضرب من هيك. طيب ما تواخذيني، معك حق، ليكي المرة الجاية اكيد ما رح ضيع محبسي، وعد. بس يلا خلينا نحكي شوي، والله مليت لاني ما عم بسمع صوتك. بصراحة انا لقيت المحبس. بالله وين لقيتي؟ رح اقلك. ليك بتروح على هديك الزاوية يلي بالحيط هنيك، انا شفته واقع جواتها. بالله جد؟ والله. مد ايدك انا بلبسك يا هات لقلك جان. انت شو عم تعملي فوتون؟ لك هات عم برسم لك محبس، شو ما بصير ارسمه؟ تسمح لي؟ يلا ارسمي. ليكني خلصت. شو هذا هلا؟ محبس. شو ما عجبك؟ تعرف انه هالمحبس مو حلو بلا ساعه. هلا رح ارسم لك احلى ساعه بالدنيا كلها. طيب ارسمي. تمام. يا الله، لك يا مجنونه شو اللي عم بتساوي انت؟ ما بيصير هيك. رسمت لك ساعه مميزه. يلا خليني كمل لو سمحت. خلص فوت، لو سمحت. خلص ما رح اعضك. طيب ماشي ارسمي. الساعة والمحبس بمية وخمسين ليرة. لا لا تقوليها. بلا قلتها. مدي ايدك لشوف. فوتون يلا مدي ايدك يلا. ما بدي تركني. هاتي ايدك، بدي ارسم لك. خلص بدنا نصير فريق واحد. حسابك 250 ليرة. شو قلت؟ والله برأس مال. من كل عقلة؟ اي طبعا. اي طيب ماشي، معناتها خليني ارسم لك نظارة شمسية حلوة وغير شكل. شو هالحكي؟ والله بتطلع حلوة. لا مستحيل. لك ليش؟ مستحيل. خلص جان خليني ارسمها، خليني ارسم خلص لك. خلص فوتون ما بقبل. خلص بكفي. الله يوفقك. خليني ارسمها. راسي بقى خلص. ولسه رح ارسم لك طوق. قلتي طوق؟ اي طبعا. مستحيل. استنى. اسمع، بهالدنيا بتشوف قصص أشكال ألوان يا جان، قصص حلوة، قصص بتخوف، تسمع قصص غريبة عجيبة. ليكي إذا بدك ترجعي تحكي عن الأرواح أنا ما رح أخاف منك بالمرة. لك لا تقاطعني. بيقولوا بهاي الدنيا في قصص بتشيب شعر الراس. فهمت فتون، شو هي القصص اللي بتشيب شعر الراس؟ احكي. عندك الناس المتزوجين في زيجات سعيدة وناجحة، وفي زيجات تعيسة كمان، وفي زيجات معروفة شو نهايتها، وفي زيجات مو معروفة شو نهايتها. وزواجنا نحنا زواج منيح. يعني على الأقل عم نوفي بوعودنا مزبوط؟ صدقني أنا بكل مرة بقول لحالي يا بنت ضبي شنطاتك ولا بقى ترجعي لهذا البيت، بس بلاقي حالي هون.
يعني عم حاول اني اتأقلم مع الوضع. معناتها نحن رح نعمل كل شي بيطلع بإيدنا. مستمرين بالمحاولة؟ بدي صب شاي. أحسب حسابك؟ عفواً، شو قلت؟ أنا بروح بصب. خليكي أنتي قاعدة ومرتاحة. إيه؟ أنا بصب لك. طيب. شو ها؟ كأنه نزلوا القواطع؟ جان؟ جان؟ من كل عقله رح يخوفني وبطريقتي أنا كمان؟ لك أنا اللي اخترعت هالخدعة ونزلتها بالسوق؟ اف؟ الحايني فتون! جان لازم تطور أفكارك شوي صغيرة، مو حلوة تقلدني إلي جان، مو معقول. طيب خلاص أنا مت من الخوف. جان جان وينك أنت؟ ليش عم تساوي هالحركات؟ تركني من مياعتك. مينا هلأ وقتك أنتي، موتيني من الخوف. جان اسمعني، حبيت خبرك أنه أنا هلأ طالع على غرفة النوم. طيب خلاص خوفتني كتير جان، برافو عليك، برافو، ممثل ناجح. الحقيني فتون. خلصنا فهمنا، لا تزودها. الله يوفقك. دخيلك سامحيني. جان 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 شو صار لك؟ جان الحقوني. جان جان دخيلك في بقى. جان لك مين عمل فيك هيك؟ جان جان ببوس ايدك، رد علي. جان لك شو خفتي فتون؟ عن جد انت واحد مجنون رسمي، خفت وكان رح يوقف قلبي. شو مجنون انت؟ في ناس بتمزحي، لك هذا ما اسمه مزح، هذا اسمه جنان. هلا عن جد خوفتك؟ عم تسألني والسكينة مغروزة بظهرك؟ لك ما أنا حقيقية هالسكينة. ولك خلاص ليكي، والله مزحة كانت، آسف كتير. ليكي هاي لعبة جبتها معي من التصوير، والبقعة كاتشب، ارفعي الكنزة. شفتي؟ شو؟ شو رقتي؟ ايه رقت. بس هلأ تعادلنا. مو معقول شو غليظ، عن جد تصرفاتك مثل الولاد. جان جان انخطف لونه. Thank you.
فتون أنا طالع هلأ، ليكي لما أرجع بدي البيت يكون عم بيضوي ضويها، وكنزاتي بسلة الغسيل حطيهم بالغسالة لو سمحتي. جان؟ ها؟ وقف وقف وقف. شو؟ أنا كمان طالعة، زتني بطريقك. شو هالحكي هاد؟ أي صارت وصارت، خلينا نجيب لك وحدة تخدمك كمان، يعني كرمال تشتغل شغل البيت عنك يا خانو. ليش بتزودها على طول؟ اف، بس ارجع على البيت بنطفه بظرف ساعة، ما تقلق انت. يا الله منك، اللي بيسمعك بفكرني طالع غير جو واتسلى. طيب انت لوين رايحة؟ على السوبر ماركت، بدي جيب بيض ولحمة وحليب وكل بروتينات حضرتك جنبك. انت وصلني هلأ وانا بدبر راسي بالرجعة، ما تاكلهم. ما كان ناقصني غير اني اشتغل شوفير خاص عند حضرتك. اللي بيسمعك بيقول رايحة على السوبر ماركت كرمالي. عماد ليك مليت من هالبهدلة. شو صاير معك؟ وعم تسأل شو صاير معك؟ لك البيض والخبز وكل شي عم نجيبه بالدين. شكون ربك اني عم بتوحم على بيض وبندورة، اذا بتوحم على افوكادو وغيره شو بده يصير معك؟ ايه معك حق. اخي شو عملت انت؟ عليكم فواتير مو مدفوعة وتخطيتوا مهلة الدفع ومجبورين نقطع الكهرباء. شو عم تقول؟ طول بالك، مرتي حامل، رجع وصلها، ما فينا نأجل القصة بس كم يوم. لا والله بعتذر، القصة مو بإيدي. ليزا حبيبتي ما تضايقي حالك، بوعدك رح لاقي حل لكل شيء. قلي انت شو رح تحل عماد؟ وكيف رح تحل وبشو بدك تحل؟ نحنا مين لنفكر نتزوج ونفتح بيت وفوق منا قال بدنا نجيب أولاد. لقيت الحل. شو لقيت؟ رح نروح لعند فتون. عماد انت جنيت شي؟ لا انت اكيد مجنون، مانك متذكر اني هجمت على زوجها وضربته بنص بيته؟ شو منعمل يعني؟ انت مو قصدا ضربتي. اف عماد، اف، موتتني، تعبت. دقي الباب، دقي. وليش انت ما بتدق؟ لا انت دقي. لك عماد شو رح تفرق؟ دقه انت. اذا ما بتفرق لكن انت دقي الباب. اوف. فتون وينك؟ ايه وينن هدول؟ فتون؟ لك يا فتون؟ لك مبين انه معنن بالبيت، جينا كل هالمسافة على الفاضي ومن وش الصبح. ليزا تعي تعي الحقيني. لوين؟ تعي امشي يلا. الله يستر. يا الله دخيلك شو عم تعمل؟ ما تخبط هيك عماد، ما رح تكسره للشباك. ما حاكسره ليزا لا تخافي. اجدب. فتح والله. شفتي شلون؟ أنا قلت لها، قلت لها خليني صلحه، بس ما سمعت كلامي، شو بدي أعمل لها؟ منيح إنه ما صلحته، ولا كنا صرينا برا. انتبه عماد، دير بالك. عمهلك عماد، قلت لك دير بالك. أنت منيح؟ إيه منيح منيح الحمد لله، ما انكسر فيك شي شغلة. يلا افتح الباب. والله أنا خايفة فوت. ولك فوتي بيت أصدقائنا شو فيها إذا قعدنا واستنيناهم فيه؟ أوف. مو حلوة، عطشت من الرعبة وشوبت كتير. ايه والله شوبت، بدي اشرب. صبي لي إلي كمان. أوف. يا الله في بطيخ كمان. ايه باكل. جيبي جيبي جيبي. في بالبراد كيوي كمان. ايه. حبيبي ظريف اللابتوب. جانبيك وصل طرد لحضرتك. طيب ميرفا تبعتي لي. تفضل جانبيك. هي من استوديو التصوير، هدية العرس، حطها عندك لو سمحت. يسلموا ايديك. اهلا وسهلا. في عروس بتطلع هيك بالصورة؟ لا مو معقولة. اتفاقية زواج؟ ليزا خير؟ ليزا اركضي لهون، لا تعي شوفي، تركي من ايدك وتعي بسرعة. شوفي عماد،
شوفي. لك حاجة تلعي وتعي بسرعة وشوفي بعينك. ورجيني. لك قري المكتوب هون. قري. شو مكتوب؟ قري بتفهمي. المادة الأولى ينتهي الزواج في الشهر الثالث. المادة أربعة. في حال تم الطلاق يبقى المنزل اللي تتنديج. ليزا. مو معقول. ليزا بسرعة طالعي نسخة من هذا الاتفاق بسرعة لشوف. يلا بس ثانية لحتى استوعي. يلا لا طالعي روحي. لك شو صار لك روق؟ أها شو بلاقيك رجعت بكير؟ شو فتون؟ تأخرتي؟ لهلا لرجعتي من السوبر ماركت؟ ولا نطرت الباص لأجا؟ ما معي ادفع مصاري للتاكسي. شو هاي؟ هدية العرس. أرجيني. لا مو هلا. هلا هلا بدي اشوفها. قلت لك مو هلا بعدي. لا خليك خليني شوف. خليني لك صورة صورة. خلص خليني شوفها. بدي شوفها معلم. يلا طيب. بعدي هيك رح حطها. شفتيها؟ طالع شخصية كتير والله يا معلم. وانتي بالصورة طالعة كتير متفاجئة. إيه لأني كنت متفاجئة. ألو نعم. ألو جان، عملت لك مفاجأة، لازم أعطيك شغلة. فينا نلتقى اليوم؟ أي طبعاً منلتقى، ليش لا؟ بخلص الشغل اللي بإيدي وبطلع. طيب يلا مع السلامة. أوكي بشوفك. مين على التليفون؟ دقولي من الشركة شغل، بدهم ياني امرق بأي وقت. يلا تعالي خلينا نفوت لجوا. يلا يلا. كتير حبيت الصورة. يا أهلا وسهلا. انتو شو عم تعملوا ببيتي؟ وكيف فتوا لجوا؟ مو المشكلة كيف فتنا، السؤال الأساسي شو هالاتفاقية الحلوة هي؟ وكيف بتفيدني لألي؟ فيكن تجاوبوني على هذا السؤال؟ عدو عدو. لك عماد شو عم تخبس وتقول؟ طيب فهمنا الاتفاقية ولقيتوها وعرفتوا انه زواجنا مزيف وهالسر قدرتوا تكشفوا. برافو. احكوا شو بدكن لتسكروا تمكن وما تفتحوا. قصدا يعني قديش بدكم؟ حلو كتير والله حبيبتي. سمعت اللي عم يحكوه هدول الاثنين؟ عماد مو وقت هالحركات البايخة. قلي لشوف قديش بدكم. احكي. نحنا ما بدنا منكن مصاري. تعرف شو؟ بدك تقبل عرض الشغل مجبور. يعني بالمختصر المفيد اليوم قبل بكرة كل أعمالك شركتنا يلي بتديرون. سمعتي؟ شو هالمسحة هي؟ انت شو عم تحكي؟ سمعتي شو عم بيقول؟ يلا تحركي يلا. مو شايفتيون شلون عم يتمسخروا علينا؟ رح دقلة كل القنوات اللي عنا. ما رح أقدر خلي هذا السر بقلبي. لأمتى رح تضحكوا على العالم؟ عدو. ايه قعدنا ليش معصبة هيك؟ اسمعني كتير منيح. مفكرين ماسكيني من ايدي اللي بتجعني؟ وانكن رح تفرضوا علي شروطكن؟ شو بفهمكن انتو بإدارة أعمال المشاهير؟ شو قصدك شو بفهمنا؟ هو بيفهموا عين الله عليه. لا تكونوا مفكرين بس انتو يلي بتفهموا بكل شيء. عصبوني بدي اشرب من دمهم. اهدي فتون. اتركني عليهم. اهدي شوي بكفي. لكن المخلوقة حامل. اتركني جان. تعالي امشي معي. خلص روقي. انا بدي موتهم. طيب. ما شفت قديش استغلاليين؟ سمعتون شو كانوا عم يقولوا هلا؟ ممكن تروق شوي وتهدي لنقدر نوصل لحل بقى؟ لك أنا كيف بدي روق؟ قلي بس كيف؟ خلينا ندفع لهم بيتركونا بحالنا وخلص. شو هالحكي الفاضي؟ لا لكان قلي لي شو لازم نعمل يعني؟ فهمي علي هيك بنقدر نسكتهم فتون؟ عماد شو عم يتفقوا هنين الاثنين؟ بتوقع أنهم عم يتفقوا على المبلغ يلي بدهم يدفعوا لنا يا حبيبتي. ايه؟ اسمعي هلأ بما أنهم صدموا بعرض الشغل تبعنا رح يدفعوا لنا مبلغ منيح
لحتى يضمنوا انه نسكت وما نفضحهم بالاعلام والتلفزيون. مظبوط. ناقشك معنا. تعال جان. اسكت. بعد هيك نحن توصلنا لقرار كتير مهم ولقينا حل كتير مناسب. عماد رح تبدأ تشتغل بشركة جان. كيف قلتي؟ بتوقع سمعتوا اللي قلته. عماد رح يشتغل مساعد لجان، يعني بتاخد له القهوة وبتساعده بكل شي بده اياه وقت الشغل. فتوت شو هالحكي الفاضي خلص. وطبعا خلال هاي الفترة انت بتتعلم الشغل وبتاخد مصاري عليه. يلا ليزا قومي، هدول عم يتمسخروا علينا. يلا قومي. وقفوا عندكم. انتو بتعرفوا لوين انا رحت اول ما عرفت انكم اخدتوا لي بيتي وبعتوه يا حلوين؟ رحت على الشرطة. بالله. وقالوا لي بالشرطة فيك تشتكي عليهم ومنزلتلك هالنصابين بالسجن. ايه ليزا، صراحة يا جماعة الله لا يعلق حدا بين ايديهم، لانه فعلا ما كان بيقرف كتير. ووقتها أنا قلت لحالي إذا هيك شكل المخفر يا ترى كيف رح يكون شكل السجن؟ يعني فتون عم تهددينا بالسجن إذا ما وافقنا، ما هيك؟ إيه أكيد. لكن بدي اسمع حديثكم التافه والسخيف يلي عم ينقط سم. إيه بيقولوا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. انت التنين الصبح لازم تكون بالشغل، واذا بتتاخر دقيقه واحده رح تتعاقب، وبالمناسبه رح اخصم 30% من معاشك مشان ترجع لي الدين اللي عليكم. ما انك ملاحظه انك عم تزوديها؟ مثل ما بتحب. يمكن معك حق، بس انا حبيباتي ما بجيب لكم ثياب واكل على السجن لتكونوا بالصوره. رح تطلع ريحتكم من الوسخ والنشح. يلا عماد، لأنك وافقت. منيح انكم بلشتوا تفهموا. تحرك. يلا تحرك لشوف انت وياها وطلعوا من بيتي. يلا 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 يلا. دربي سد ما يرد. انا ما بيكون اسمي ليزا اذا بدعس هذا البيت بحياتي. عم تفهم شو عم اقول؟ وانا مثلك متضايقه وزعلان. ليكي ليزا، خير؟ استني شوي. دخلك 30% قدي بيطلعوا؟ عماد رح تموتني. حبيبتي شو حكينا؟ ما كنت بعرفك بهالذكاء. شو منين طلعتي بهي الفكرة؟ شو هالموقف الصارم ها؟ لو تعاملتي معهم من الأول بهي الطريقة ما كنت خسرتي بيتك. شو بدنا نعمل؟ البني آدم بيتعلم من كيسه. خير إن شاء الله. عفواً خد راحتك، ما رح أطلع. شو هالحركات تبع طلاب الثانوي اللي ما بدون ينقلوا حدا؟ تعال بسرعة، حابة نتغدى مع بعض، ناطرتك. ما بطول، نص ساعة وبكون عندك. يلا أنا بدي روح، عندي شغل بالمكتب. إيه والأكل؟ باكل بس لأرجع. ماشي. ليكي فتون، خدي هاي الصورة علقيها بأوضتك أو ضبيها بشي مكان. و
وليش بقى بدي علقها بأوضتي؟ منعلقها بالصالون. لك فوتون هالصورة بالصالون ما إلها أي محل. كيف ما إلها محل؟ هي صورة عرسنا ولازم نعلقها ونفرح فيها. ما راح تتعلق، الصالون بيعدوا فيه الضيوف وما بدي يشوفوها. بالعكس لازم تتعلق، شي طبيعي إنه العالم لما تيجي تزورنا تشوف صورة العرس. فوتون اسمعيني، ما راح أسمح لك تعلقي هاي الصورة بالصالون، ومين ما بده يحكي. بدي علقها. مستحيل. ماشي، معناتها بنلعب حجرة ورقة مقص، واللي بيكسب بيعمل يلي براسه. يلا بلشي. يلا، واحد اثنين روحي. يلا. هاي شو؟ مشان شو؟ شو؟ افتحي لك كفك منيح. لك اف. طيب يلا. طيب واحد اثنين ثلاثة. يا ذكرك انا اللي ربحت. المقص بيقص الورقة هيك. غليظة، ساوي اللي بدك اياه، انا بدي اروح هلا. ايه، لوين بدك تروح؟ قال على المكتب بس، هو من شوي رجع من هنيك. طيب هذا حلو، وشيلي معه اللون التاني كمان. خلص خدي هدول عرضيون. شو أخبارك؟ منيحة. أهلا وسهلا. أهلين فيكي رفيف، شو ليش طلبت تشوفيني؟ ما في شي، كل القصة أني اشتقت لرفيقي. وأنا كتير اشتقت لك كمان. تعال، أنا عملت لك مفاجأة. وشو هالمفاجأة هاي؟ لقيت محبسك اليوم. أوه، وأخيراً عن جد ريحتيني، شكراً كتير رفيف. شو هذا الخط؟ هذا فوتون رسمت لي، كنا قاعدين عم نلعب. عم تلعب وقلت لي؟ يعني كنا عم نمزح. لما بتحكي عن فوتون عيونك بيضحكوا. عن جد؟ هيك شايفة؟ ما كنت منتبه. ليكي، البنت مجنونة شوي، بس لو ما كانت مجنونة ما بتكون فوتون بالمرة، فهمتي؟ كأنها عم بتسليكي كتير، ما هيك؟ شو عرفك؟ ما بعرف، هيك حسيت. نحن من زمان رفقات، أمتى ما بحتاجك فوراً بتركض لحتى تساعدني، تهتم بكل أموري. بس أنت متزوج وكتير مبسوط وعم تتسلوا وتضحكوا، ما بعرف شو بني، الظاهر إني عم غار منها. هلأ معقول غيرانة من فوتون؟ مثل مو شايف هالفترة ما عم بقدر فارقك أبداً، مع أني ما لازم أتخطى حدودي وأتمادى بهالقصة، بس عم غار عليك من مرتك كأنه أنا رفيف. إذا أنت ما تركتيها لأيدي، أنا بحياتي ما رح أترك إيدك، هذا وعد مني. حكي واضح؟ شو رأيك نروح ناكل؟ منروح. يلا. لك ما تذكريني، داي أخلاقي سيرين. كأنك ما بتعرفي وضعي وعم تسأليني من شو. لك شو بدي أعمل بهالكلمة تبعي؟ لا حياتي، ما أنا مناسبة بنوب لعائلتنا. آخر مرة عملت فضيحة على عشا صارت تغني وترقص. مين بيكون؟ ايه كيف يعني؟ وهنن اتطلقوا مشان هذا السبب؟ ايه، وطيب انا وين بدي لاقي هالجماعه؟ انتي متاكده انهم رح يتطلقوا؟ بيجيب نتيجه هالشي؟ وقفي وقفي وقفي، بس دقيقه وقفي، هلا احكي لي القصه من الاول وبالتفصيل كمان. ما شلت القمطة من راسي. لما بدك تحملي بطيختين بإيد وحدة هيك بده يصير.
جرب اشتغل المسا شوفير على شي تاكسي كمان. جان تيكين ما رح يرجع لياكم ولا رح يدق تليفون. فتون قومي روحي كلي ولا تستني حدا. كان لازم يقلي إنه رح يتأخر أو يخبرني إنه ما رح يجي. العمى شو غليظ. شو عم بتساوي؟ عم تختنقي؟ نفسي فتون. أنت منيحة؟ الكروق ها؟ شوي شوي على ظهري وإجعتني. ما بعرف كيف كنت رح تعيشي بدوني، لأني إذا عن جد بتركك بتموتي بعد كم يوم. ما قدرت استناك. أي صحة، بس شو هاد اللي عم تاكلي؟ برغل بندورة مخلل ولبن كلهم مع بعض. عم تاكلي وهو بارد؟ أي طيب. الكلاب ما فيها تاكل هالأكل. مو معقول، استغفر ربك، هي نعمة وما بصير نحكي عليها هيك. لك حرام. أنا بموت ولا باكل منه، ما بيتاكل. لك معقول خلطة كل هدول مع بعضهم؟ طب شو رأيك تجي تدوق القماجة؟ مستحيل فكر إني دوق. يلا لشوف الطيارة وين بدها تنزل، افتح تمك يا روح الماما. فتون قلت لك ما بدي، خلص. لقيت المحبس، مبروك. لقيته. وين كان؟ الصراحة كان عند رفيف. وشو اللي أخده لعنده؟ وليش ما خبرتك؟ شو هالحركات البايخة؟ بس ما تكون حبته للخاتم وبدها تحطه بإصبعها كمان. ليش كذبت؟ ليش خبته عنده؟ فتون كرمال الله اسكتي شوي وما تحكي بهالطريقة عنا وخصوصي قدامي. فتون أنا بترجاكي عن جد بلا ما نتخانق لو سمحتي. يعني رفيف ما انتبهت انه المحبس عنده، ولما لقيته بعتت لي رساله وانا رحت اليوم لعنده مشان جيبه. استنى دقيقه. معناتها انت ما رحت على الشركه مثل ما قلت، رحت لعنده. فيني افهم لشو هالحركات؟ كان فيك تقلي رايح لعنده، ليش قلت لي رايح على الشركه؟ لك حبيبتي فتون ما فكرت وهذا اللي طلع من تمي بلحظتها. شو بعمل لك؟ وبعدين ما في داعي نسأل بعض عن هاي الأمور، شو عملت وشو ساويت ورح تطول ورح تتعشى اليوم وإمتى رح تجي وليه ما خبرتني؟ أنا ما بدي نتعامل كزوجين صار لهم سنين عايشين مع بعض. يعني عن جد بلا ما نتدخل بحياة بعضنا الخاصة لو سمحتي، وبلا موضوع التحقيق. ها ودخلك ليش؟ أنا من إمتى بتدخل بحياتك الخاصة؟ دخيلك أحسن. إذا ما تدخلت فيني ولا تدخلت فيك بهالطريقة بترتاح وبتريح. عم حاول أعرف وينك لحتى ما كب الأكل اللي عم بعمله بزبالة، بس أنا ما عندي مشكلة بنوب، وكمان ما عاد أسألك وين كنت. من اليوم ورايح بلا ما نتدخل بحياة بعضنا، موافق؟ الاتفاق بيناتنا مستمر، كل واحد فينا عنده حياته الخاصة فيه، أنت عندك حياتك الخاصة وأنا عندي حياتي الخاصة. طيب، من اليوم ورايح لما بدنا نحكي شي لبعضنا بنكتبه على ورقة، والصبح منعلقها على البراد، أنا هيك رح أعمل من هلا. كيف؟ نحن رح نحكي مع بعضنا على الورق، يعني بما أنه زواجنا على الورق كمان هيك منرتاح وما بصير مشاكل. هي أكيد أريح. هي أنا أصلاً من الأول كنت عم قلك ما تطلعي من أوضتك وما تضلي تتفتلي قدامي، بس أنت اللي بتضلك تحوصي كل الوقت حايصة بالبيت وعم بتنقي على طول. لأول مرة من وقت ما عرفتك بتفق معك بكلامك فتون. أنا بحب هنيكي عن جد. من اليوم ورايح بلا ما ناخد ونعطي مع بعض وبنحكي على الورق، خلاص. نيح أمني. ليكي شو؟ شو؟ بعد ما تخلصي هالخبيصة اللي بين إيديكي جلي الصحن، لأنه إذا بيضل الصبح ما عاد ينضف. بتأمر أمر. تصبح على خير. تلاقي الخير.
التياب كلهم انغسلوا. عفوا خالتي، كمل كمل كلمة السر. التياب كلهم انغسلوا. لك اطلعي من راسي، وحدة مجنونة. معناتها مو هذا هو خالة مين ولا أعمى؟ بيطلع قد جدي. شو التياب كلهم انغسلوا؟ وأنا بالسلة عبيتهم واللي بعدتهم بعدين صاروا عندي ولبستهم. أنا بعرف قهوة هادي قريبة من هون، خلينا نروح لهنيك مدام. موافقة. برأيك أنت هاد المكان هادي؟ تفضلي خلينا نقعد. تفضلي. أنا رح أفقع من الشوب. شو هالمكان هاد؟ شربي كاسة شاي بتبوردي فورا. رامز جيب لي اثنين شاي. كمان شاي؟ هالكني رح تجيب آخرتي. ليك الموضوع مثل ما قلت لك يا على التليفون من قبل، كل شي بدي إياه بعد هالبنت عن ابني وبسرعة. هذا هو اللي منشتغله. أنت لا تاكلي هم خالتي. أنا مالي خالتك. فهمت شو بدك تعمل ولا لا؟ فهمت عليك. رح نراقب البنت بالأول وبعدين منصورها وهي ماشي وقاعدة. ايه بس هيك؟ شو بستفيد أنا من الصور؟ كيف رح أبعد عنه؟ لك فهمني يا زكي، شو بدي أعمل بصور البنت وهي ماشية وقاعدة؟ أنا بدي فضيحة مجلجلة وبدي بهدلة مرتبة كمان. لازم تنزل صورة بالجرايد، الإنترنت كله يحكي عنها. إذا ما بصير هالشي ما رح تاخد ليرة واحدة يكون بعلمك. طولي بالك خالتي، يعني نحن منصورها بوضع مو منيح، بعد ما نحن نحطها بموقف صعب رح نصورها، ويلي بيشوف هاي الصور رح يفكرها إنها عم تعيش علاقة غير مشروعة. أنت لا تاكلي هم أبدا خالتي. أنا ماني خالتك ولا بقى تنادي لي خالتي. يفضل إنك تنسى اسمي وكمان تنسى إنك شفتني. أنا عم نادي لك هيك بس لأنك كبيرة بالعمر. على أساس المحبس ما كان عندها؟ اف بس طلع عندها. هالرفيف ما أنا سهلة. شقرك الزابي، الله أعلم شو هو الشي اللي عم تخطط له. طلعي لبرا. يلا يلا خلصيني طلعي. أنا بدي أتشكرك على كل شيء عملتيه فتون. خلاص أنا ما عاد بحاجة لإلك بعد هلأ. أميرتي الحلوة رح تعيش معي هون. فيك تيجي تزورينا بلاها. الله يبسطكم، تتهنوا بحياتكم مع بعضكم وتفرحوا. أخيرا الطاجرة لقيت غطاها. حالي هذا بيتي، بيتي أنا، هاد بيتي، بيتي أنا، بيتي. يلا افتحوا لي الباب.
بلا جنان فتون، بلا جنان. روحي نامي، بدك نوم. فتون يلا قومي 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 قومي. رفيف انت شو عم تساوي هون؟ لك يلا قومي خلصيني. وليش انا بدي قوم هلا؟ انت شو عم تعملي بغرفتي؟ ممكن تطلعي؟ لانه هذا البيت بيتي انا. لكي فتون، انا وجان تزوجنا، وهذا بيتي انا، وحابه اعمل هالغرفه للولاد. يلا قومي اطلعي من بيتي فورا. ما رح تقدري تقلعيني من بيتي يا رفيف الحرباية. لا بيتي ولا زوجي رح اترك لك ياهن. ما تحلمي يا حية. وبكرة منشوف. فيك تضبي الأكل. شو كأنك نعسانة؟ مو نايمة منيح يعني؟ لا نمت، نمت منيح كمان، نمت مثل الملائكة وما شفت كوابيس. طيب لكان، أنا خلص بدي روح. أي لوين؟ أها، شو بدك تسألي؟ أنا شو دخلني؟ روح لمكان ما بدك. وانت كمان ما رح تسألني شو بدي أعمل اليوم، ما هيك سيد جان؟ ما بيهمني شو بدك تعملي. يعني العين بالعين والسن بالسن. صحيح. اسمعي لقلك، خدي هالكرت وخليه معك، لأنه حساباتنا ما عم تزبط، وانت صار لك فترة عم تصرفي، وأنا ما بحب أظلم حدا. شو قصدك؟ بدك تشتريني بمصرياتك؟ بكرة بتشوف كيف الله رح يحاسبك على ظلمك وجبروتك. رؤية بنت عم بمزح. خلصنا بقى فرديها. كنت عم بمزح. ارجعي لوعيك فتون، انت بلشتي بحربك، ركزي عليها وبس. فلتبدأ هذه الحرب. وينو محبسها؟ اسألها على المحبس مو على أكلها. ايه شو طلع عندها؟ لهلأ ما بعرف. ايه وين كان؟ الصراحة كان عند رفيق. وشو اللي أخدوا لعندها؟ يلا فتو، يلا يا حلوة، لازم تطلعي منتصرة من هالحرب، ما لازم تستسلمي لو شو ما صار. لازم تشوفها. خلص دول. بعدين بشوفها. ماشي طيب ماشي. أهلين بالصهر، شو أخبارك؟ أنت شو عم بتساوي عندي؟ مو أنت شغلتني عندها؟ وأنت أخذت القصة جد وإجيت لهون لتشتغل؟ شو كان بدك أعمل صهر؟ روح قول للعالم إنه زواجكن. اسكت خرس ووطي لي صوتك شوي. تحرك. لك ليش هيك عم تدفش صهر؟ شبك؟ اسمعني منيح، بما انك رح تشتغل عندي هون فبحذرك تنتبه كتير منيح. انا ما بشبه لفتون بتاتا، ومن اول غلطه بتساويها معي انا بطردك من هون. ايه بس يا صهر ولا غيره، انا اسمي جامبيك. طيب صهري جامبيك.
ممكن تقلي كيف طلع من قلبكم تستغلوا طيبة هالبنت؟ مو حرام؟ ما كفاك بعت لها البيت وفوق منها عم تبتزها لحتى تاخذ مصاري؟ كلياتنا بحاجة لحتى تكون فتون بحياتنا. لو أنا محلها عن جد ما بتردد وبسلمك للشرطة فورا، ومرتك بتجيب ابنكم بالحبوس. صهري ليش هالظلم كله؟ ليزا ما دخلها باللي عملته، الله وكيلك كله مني أنا. ليك صهري احكي مع فتون وإلا تنسى قصة السجن، الله يوفقك لو سمحت كرمال الله. ندمان كتير يا صهري، والله ندمان كتير. خلاص فضحتني، قوم إذا بدك أقول لك. أبصر شو القصة؟ أنا غلطت بحق أطيب بنت بالعالم، يا سيدي الله ينتقم مني، بس بوعدك إني ما ضايقها حتى لو متت من جوعي. صهر أنا تغيرت صهري، والله العظيم تغيرت وبتشوف كمان. أنا ندمان كتير يا صهري، بعد عني. ندمان كتير والله. جنبك خير، شو بدك؟ هنادي خانم عم تستناك بمكتب، جاي فورا. أكيد في شي بيناتهم، الله أعلم. مو معقول شو دبقة. ها جان، جايب لحالك مساعد من غير ما تخبرني؟ ايه صديقة لفتون، يعني قلت بيساعدني لفترة مؤقتة. ماشي فهمت عليك، بس انا رح مشي اموري كتير منيح وما رح كلفه باي شغل. بحب هنيك جان عن جد، لانه هالمساعد متخلف وفاشل. المهم اتركني من هالمساعد السخيف، فتون رح تكون موجودة بالعرض الأول ما هيك؟ طبعا هنادي رح تكون موجودة. اصحك تفكر تحضر لحالك، لأنه هالخطوة ما رح تكون منيحة. البسوا وزبطوا حالكن وتعوا مع بعضكن. شو هالحكي هنادي، أنا ليش لا أحضر لحالي؟ رح أجيب مرتي وإجي على العرض، وهي لهيك نزلت على السوق، عم بتحضر حالة، عم تختار فستان لتلبسه. ممتاز. لا تاكلي. ايه نعم. آخ يا فتون، وينك هلأ وشو عم بتساوي يا ترى؟ رفيف خانم، شو بدك؟ في بنت برا قال بدها تشوف حضرتك. مين هي؟ ما بعرف. تفضلي. هاي انتي فتون؟ ها جان، جايب لحالك مساعد من غير ما تخبرني؟ ايه صديقة لفتون، يعني قلت بيساعدني لفترة مؤقتة. ماشي فهمت عليك، بس انا رح مشي اموري كتير منيح وما رح كلفه باي شغل. بحب هنيك جان عن جد، لانه هالمساعد متخلف وفاشل. المهم اتركني من هالمساعد السخيف، فتون رح تكون موجودة بالعرض الاول ما هيك؟ طبعا هنادي رح تكون موجودة. اصحك تفكر تحضر لحالك، لانه هالخطوة ما رح تكون منيحة. البسوا وزبطوا حالكن وتعوا مع بعضكن. شو هالحكي هنادي، أنا ليش لا أحضر لحالي؟ رح أجيب مرتي وإجي على العرض، وهي لهيك نزلت على السوق، عم بتحضر حالة، عم تختار فستان لتلبسه. ممتاز. لا تاكلي. إيه نعم. آخ يا فتون، وينك هلأ وشو عم بتساوي يا ترى؟ رفيف خانم، شو بدك؟ في بنت برا قال بدها تشوف حضرتك. مين هي؟ ما بعرف. تفضلي. هاي انتي فتون؟ شو عملتوا؟ المصور جاهز ما هيك؟ كل شي جاهز يا خانم. طيب انا ناطرة خبر منكن، بس انتبهوا وديروا بالكن. كله ماشي مثل ما بدنا. انتي ما تاكلي هم اي شي، الفضايح شغلتنا. يلا ان شاء الله. اسمعني، أصحكن تذكروا اسمي شو ما صار معكن وتحت أي ظرف، وهي عم حذرك. حاضر يا خانو. شو جاهز؟ يلا ورجيني شطارتك فتون خانو، بعد ما تنزل فضايحك بالجرايد وقتها كل مين فيكم بيروح بحال سبيله. لنشوف بعد هالقصة كيف رح تتطلقوا انتي وابني بريضاكن ولا غصبا عنكن. ليكي فتون، قلتي بدك تحكي معي بموضوع وما نطقتي بكلمة واحدة. عندي شغل، ممكن تحكي لشو جاي لعندي؟ رفيف، شو كان قصدك بتخباية المحبس؟ عفوا ما فهمت. المحبس كان عندك من الأول ما هيك؟ ليش قلتي إنه ما كان عندك؟ كأنك عم تستجوبيني فتون؟ لا، بس بدي أعرف سبب هذا التصرف. شو قصدك أي تصرف؟ ليش تصرفتي بهاي الطريقة؟ ليكي حبيبتي فتون، أنا ما قصد تخبي المحبس، هو كان ضايع ولقيته، وما بظن إنه جان كان متضايق لأنه ضيعه.
بالعكس كان مقهور، حتى ليلتها ما قدر إنه ينام لأنه متضايق. وممكن أعرف ليش بتضلي تدقي له وتحكي معه؟ هو هلأ صار رجال متزوج. لك روحي ولاقي لحالك حدا تاني تلعبي معه. روحي ودايقي جماعة غيرنا. ليش بتضلي عم تزعجي جان كل شوي؟ ليكي عم بطلب منك هالطلب بكل أدب وأكابرية، تركيه بحاله لجان. مو حلوة إنه نكره بعضنا. فتوم مو عيب عليك تحكي معي هالحكي هاد؟ رفيف يا ريت تبعدي عن زوجي جان. مستحيل بعد عنه، صار لنا سنين طويلة مع بعضنا، وجاني اللي عم تقولي عنه زوجك مستحيل تعرفيه قدي. مالي مقتنعة بهالزواج. انتي مصدقة انه ممكن يعجب فيكي ويحبك؟ انتي مو من النوع اللي بيحبه. لك تطلعي بحالك وتطلعي فيني انا. انا ماني عارضة ازياء رفيف، وما فيني موت من الجوع كرمال ضل نحيفة وكرمال كون حلوة. ما فيني اقضي حياتي بصالونات التجميل، انا هيك بكون. وانتي رفيف ما بيهمني بكم كيلو انتي انحف مني. صح انت اطول مني، وكمان احلى مني بكتير، وعيونك خضر وبياخذوا العقل، بس ما فيك تعتبري حالك اهم مني. دمك مانو خفيف بنوب، وما عندك ثقه، ودائما متوتره. خلص بكفي فتون، اذا بتحبي خلينا نترك جان هو يلي يختار ويقضي وقته مع البنت اللي بيحبها وبيرتاح معها. ما دام واثقة إنك حلوة ومهضومة، خلي جان يختار الأفضل بيناتنا. طيب اتفقنا، نتركه هو ومنخليه يختار. نتواجه. نتواجه. اتركيه هو يختار. جر 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 جر. ليكو الثقة الزايدة يلي عندها لهالمخلوقة، كأنها مخترعة مكوك فضاء. حية صفرة. هي يلا بلش صوير، فتح عيونك منيح. ألو فتون، طمنيني عنك. منيحة، كيف بدي كون يعني؟ ألف الحمد لله، وأنت طمني. أنا كمان منيح. كأنك معصبة ما هيك؟ لا بنوب، أنا منيحة. هلأ عم بتمشى على شط البحر، عم حاول ارتاح وغير جو شوي. وأنا كمان ضايج وحابب غير جو، لأني محبوس بين هالحيطان، ما لي قدران اتحرك خطوة. فتون اتصلت فيكي كرمال الشغل. فيكي تجيبيلي اللي كتبتيها الأسبوع بكير شوي، بدي شوف صديق إلي وهو كاتب. بصراحة أنا حابب أخذ رأيه وأرجي كتاباتك. إيه منيح كتير، طبعاً طبعاً رح جيبهم قبل بوقت، ما تقلق أبدا. طيب لك أنا منحكي. يلا بشوفك، مع السلامة. اسمعني أنا رح أتحرك فورا، وأنت بتطلع متصور على قد ما بتقدر، خليك كابس على الزر. خلص ولا يهمك، أنا معك. هلا روح وقف هنيك ورا الشجرة، فهمت؟ ماشي. يلا أرجيني شطارتك. مراد بيك، هلأ وصلوا المندوبين وفوتهم على غرفة الاجتماعات. الغي الاجتماع. كيف؟ ما فهمت. شو اللي ما فهمتي؟ الغي الاجتماع، قولي لهم مالي موجود، حتى إذا بدك قولي لهم مراد بيك طفش. يعني بكل اسطنبول ما لقى مكان تاني يقعد في هذا السقيل؟ لك شو عم يعملها؟ يا ربي دخيلك.
إيه لا، ما انك منتبه انه كتير واحد قليل ادب وزودت كمان. عفوا عفوا يا انسي، لو سمحتي ما تفهميني غلط، إلي فترة عم راقبك وأثرتي فيني كتير. بتآمني بالحب من أول نظرة؟ لا والله، وأنا ما كنت بآمن لحتى شفت حضرتك. طيب وأنت شو رأيك خليك تآمن بالبوكس من أول خبطة؟ ما فهمت، خليني أشرح لك. طولي بالك، الله يوفقك. بلا احترام. عم تتحرش بالبنات اللي عم تمشي بالزارع؟ يا قليل الادب يا وقح، انا اللي احترم فيك يا وقح. يا قليل الادب، عم تتحرش وكان عم يتحرش فيني. انا ما كان قصدي يا خانو، هي فهمتني غلط. انا ما قصدي. اضربوا 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 يا عالم. خليها في كل السبب. لا تقولي لحالي، لا تقولي لحالي، ان شاء الله رجوع الله ورد الورطة. يا قليل الادب، يا قليل الحياة، ستيني بواسي، ركعتوا عني، ولك تتركوني خلاص، بدك تحلوا عني، ولك شو بدك ترهشتوا علي مثل الدبابير، ولك خلاص تتركوني ان شاء الله يا جماعة. خلاص 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 فتون، شو عم يصير معي؟ انت منيحة؟ ايه منيحة، لا تخاف علي، نضربه معك كمان. طولوا بالكم، انتوا شو عم تعملوا؟ خلص استنوا، انتوا غلطانين، استنوا شوي، بترجعكم غلطان. مالك هذا صديقي، انتوا فهمانين، فهمانين لسه غلط. اشرح لكم الاسباب الاول. طولوا بالكم، هذا الشاب بيكون صديقي. ايه والله شو شوي خالي، طولوا بالكم. لا تواخذني، ما كنا منعرف. ليك الطول والعرض منحوت نحت، اسم الله عليه. حتى لو كان عم بيلطشك ما بتسخل وحدة تضربه. حالي والله لو كنت أصغر ما كنت ضيعته من ايدي. اسمعني انت عزابي. ما شاء الله ليكي معدته مثل حبت البقلاوة. خالتي عيب؟ ايه لا، البقلاوة مضرة بصحتك، مو منيحة بنوب. يلا شكرا لكم على كل شيء. سلمي لك الله. شكرا بنتي، باي. لو ما دخلت على الخط كانوا رح ياكلوك. مدري شو صار معهم، رجعوا صبايا اول ما شافوك. لك شو صار معكم؟ شو عملتوا؟ لك اتصلوا بقى. مديحة شبك، مين بده يتصل؟ لا ولا شي. اه هاي ناجية عملت قهوة، بتشرب عمي ما هيك؟ طبعا منشرب بما انه عملت. ليكن اتصلوا؟ قالوا نعم. هاي انتي حياتي، شو اخبارك؟ ماشي الحال، انا وعمي قاعدين عم نشرب قهوة. امتى؟ قلت اليوم معرض لوحات؟ لا حبيبتي ان شاء الله، ما بعرف اذا بقدر. روقي علي، بخبرك بعدين معناتها. ماشي حياتي، بشوفك. مين وهي؟ لميس مريضة الفن، عمي رايحة على معرض. شو بدها منك؟ قال في رسام راسم كم لوحة وعامل لهم معرض وبدا ايانا نروح نشوفهم. ايه منيح، منروح منغير جو منتفرج على اللوحة. ليكي افتحي تليفون لفتون خليها تجي معنا. فتون؟ يلا خبريها. ليش؟ كم مرة بدي عيد افتي، بلشي دخلي فتون على محيطنا شوي شوي، هاي فرصك هلا. عمي ما بعرف اذا فتون رح تكون قدرانة تجي ولا لا، يعني اذا هلا خبرتها يمكن ما تلحق. يا الله افتحي لها تليفون وخبريها. طيب عمي بس لاشرب قهوتي بخبرها. طيب. ليك مراد، لا تزعل وتتضايق من يلي صار، بين المزح والجد أكلت قتلي. لك فتون، أنا ليش بدي اتضايق منك؟ أنا ما كنت بعرف شو صاير معك، ولو حسيت عليه ما كنت تركته يفلت من إيدي، وكنت مسكته ورحت سلمته للشرطة. أصلاً اللي مثل هاد ما لازم يكون برات الحبس. إيه معك حق مراد، ما سألتك، مو على أساس عندك شغل؟ كنت مخنوق وقلت بطلع بتمشى، ولما قلتي انك قاعدة على البحر حبيت شم هوا نظيف واقعد احكي معك.
نتسلى ونحن عم نحلل شخصيات البشر. ايه فكرة حلوة كتير. ايه شو اخبار الشغل وكيف امورك؟ شو وضع السينوبسز اللي رح تجيبي لي اياه؟ انا كمان كنت حابة اسألك سؤال بس انت سبقتني بخصوص الشغل يعني. شو رأيك نقعد هون؟ نقعد. لا لا مو على المقعد، انا قصدي نقعد على الارض على العشاء؟ لك ايه بيسحب كل الطاقة السلبية. يلا عود لا تنظف. انت مرتاح؟ ايه منيح منيح. متأكد؟ ايه متأكد. هلا اسمعني. شخصية الشاب تبعي يعني شخصية البطل يلي بحكايتي كيف بدي اشرح لك؟ هو كتير غني وكمان اكابر، ولانه حلو كل البنات على طول راكدين ورا بيشبهك شوي، بس الجانب التاني ما حبيته، يعني هو غليظ لدرجة ما بتنحمي، جفس وما عنده شعور وبيحب حاله، متكبر ومغرور وما بتهمه مشاعر الناس يلي حواليه. المهم مثلا برأيك هذا النوع من الشباب مين بيختار ومين بيحب؟ يعني شو شخصيات البنت؟ بصراحة الحكاية ناقصة هذا التفصيل، عندي فضول أعرف شو رأيك، لأنه طبعا حضرتك بتفهم بهالقصص ورجال مثله. هي النقطة بالذات أنا واقفة عندها. هلأ بالبداية إذا هالشاب في وراء بنات كتير، فالبنت اللي بحكايتك أهم شيء إنه ما تركض وراه، ما تحسسه إنه بيعني له، وقتها بس بتقدر تجذب انتباه هالنوع من الشباب. يعني أنا كيف بدي قلك، أهم شيء ما لازم تخنقه كتير وما لازم تضايقه، لا تتصل فيه وتسأل وينه. يعني عم تقلي بعدي عنه؟ قصدي الشخصية اللي بالحكاية لازم تبعد وما تضل تلحقه للبطل. لا مو تبعد عنه بشكل نهائي. رح أشرح لك، البنت إذا رجعت خطوة وبعدت عنه التوتر بخف وما عاد يتخانقوا ويعصبوا على بعض، وهي بتهتم بحالها وبتشوف حياتها، وقتها رح تقدر تلفت انتباه هالشب. يعني كيف بدي أشرح لك ياها؟ البنت ممكن تحاول ما تخليه يشوفها، ساعتها رح تجذب انتباهه أكيد، أصلاً أنت بتعرفي إنه اللي بيتقل حاله بيلحقه؟ إيه والله معك حق. سوال عفوا. ألو؟ ألو فتون، مرحبا أنا مديحة. عفوا مين مديحة؟ حماتي مديحة. عمي عم يقول إذا فاضي اليوم في افتتاح معرض رسم وحابين تجي معنا لحتى نروح سوا، بس إذا مالك فاضية مو مشكلة حبيبتي. البنت إذا رجعت خطوة لورا وقت التوتر بخف وما عاد يتخانق وهي بتهتم بحالها وبتشوف حياتها، ووقتها بتقدر تلفت انتباهه لهذا الشاب. والله مراد حكي منطقي. فتون وينك عم تسمعيني؟ صار لك شي؟ معقول حماتي أنا معك ما فيني شي. ايه وكمان ماني مشغول ابنه. ايه بيجي، لا تنسي تسلمي لي على جدي اسماعيل كتير. مع السلامة. آسفة مراد ما تواخذني، أنا هلأ لازم أمشي، تعليمات من فوق جاية. لك لا فوتون، أنت عندك شغل، يلا روحي امشي. ايه شو بدي أعمل، هذا واجب الكنة. باي أنا رايحة من هون. باي. تفضلي. ألو؟ أهلين سيبال حبيبتي، مرحبا. شو عملتي؟ ما عاد خبرتيني شو صار معك؟ سيبال ميول خالتي شو مخالفتها؟
معقول ما بتفرقي صوت الرجال عن صوت المرأة؟ يا عيب الشوم عليكي، معقولة ما أعرف صوتي؟ فهمت، في حدا قاعد جنبك مزبوط؟ ايه مزبوط مزبوط سيبال، معك حق. خالتي الله يوفقك، يا بقى تقولي لي سيبال سيبال، دخلي لعينك. المهم نحن خلصنا المهمة خالتي، كانت صعبة شوي بس مشي الحال. لوين جيب لك المعلوم؟ ايه شو هالحظ، أنا كمان هلأ طلعت من البيت. بصراحة عنا مشوار ضروري أنا وعمي، معزومين على معرض ورايحين نشوفه. وقفي هلأ رح أبعت لك العنوان، وبتجي أنتي لعندي وبتعطيني الهدية. يا روحي أنتي عن جد كلك ذوق، شكرا حياتي. يلا بشوفك لكان موفقة. شكرا. يا الله طالعة بتاخدي العقل رفيف خانو، حتى اللون كتير لابق لك. طبعا رح يكون بياخد العقل، طلبته خصوصي لإلي. رح تلبسي بحفل افتتاح فيلم جان؟ ايه طبعا. أنا برأيي لما يشوفوكي بهالفستان رح يعرضوا عليكي أدوار مهمة. بس أنا مو حابة إني مثل. يلا أنت انزلي لتحت وسجلي طلبي. ماشي يا خانو. إذا بتحبي خلينا نترك جان هو يلي يختار ويقضي وقته مع البنت اللي بيحبها وبيرتاح معها. ما دام واثقة إنك حلوة ومهضومة، خلي جان يختار الأفضل بيناتنا. ليك شو رأيك نشوف الصور بالأول قبل ما نورجيهم للمرأة؟ يعني يمكن ما يعجبوها وتتضايق منك. ما بدي شوف شي، ما فيني ارجع عيش هديك اللحظة، صارت عقدة عندي. رح اترك هالقصص بس تخلص هاي المهمة، والله رح توب. لك إلا ما يطلع شي محرز بالصور. بيطلع ما هيك؟ في احتمال كبير. معقول أكلت كل هالطرف على الفاضي؟ لك اطلع، ليك هي مو نفس البنت؟ يا الله خبر. على مهلك. لك تخبر. يا رب تفضل فيني يا رب، خلص المهمة قبل ما أموت. عن إذنك عمي. خدي راحتك. ألو وين صرت؟ يعني أنتوا وصلتوا لهون؟ أنتوا على الباب؟ طيب طيب طالع فورا. ماشي. وصلت حبيبة قلبي. أهلين. مرحبا حبيبة قلبه. مرحبا مرت عمي. أهلين وسهلين فتون. أسفة لأني تأخرت، طلعت بأول باص وإجيت فورا. ولا يهمك بنتي، ما القصة، نحن هلأ وصلنا كمان. أنا طالع على كان شوي، بما أنه فتون وصلت رح أصل على الباب خمس دقايق لشم هوا. روح يلا تعي لشوف. يلا اتفرجي اتفرجي. الله لا يوفقك. هي نحن هون. اجت منيح. شو هالمنظر ها؟ لك شو صار لك؟ شو طلع فوقك كميون وانت مو منتبه؟ خالتي انت ليش ما قلتي لي انه هالبنت مجنونة؟ شو قصدك من هالحكي؟ لك لا تفتني تنتيف، حتى ان لمت النسوان علينا بالشارع. لك اختصروا، هاتوا ورجوني وين الصور؟ لك شو هاد؟ لك كنتك وحدة مجنونة، بالزور نفدت منا، هاد اللي قدرنا نصوره. والله خالتي أنا ما دخلني، بدك تدفعي لي مصاري. عشو بدي أدفع لك؟ ما رح أعطيك شي، على شو بدي أدفع لك مصاري؟ العمى شو نصاب منك إله، نلعو من وشي لشوف، يلا ما ترجوني خلقتكم، امشوا من وشي، نلعو، نلعو، نلعو أحسن ما خلص عليكم، يلا روحوا، نلعو. العمى، يا الله ما رح أخلص من هالبلوة اللي عندي أنا.
طيب، اللي ما قدروا هدول الهبلان يعملوه أنا رح أعمله. أنا بورجيكي فتون خانم، والله نهايتك رح تكون على إيدي. اللي عمي شو عم تعملوا هون؟ شو بدنا نعمل يعني؟ عم نتفرج على اللوحات. اسماعيل بيك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا، كيفك يا بيك؟ الحمد لله. يعني الفنان بهي اللوحه شو عم يحاول يشرح؟ يا عيب الشوم حبيبتي فتون، معقول ما تكوني فهمتي؟ لما قلت لك اخر مره انك جاهله وما بتفهمي شيء، ما كان ناقص غير تضربيني، بس هذا هو اللي كنت بقصده وقتها. عم قول هاد الحكي فتون لتعرفي الفرق بينكم. بقصد انك لازم تطوري حالك شوي، ولازم تتعلمي شغلات ممكن تقرب بيناتكم بنتي. يعني صرتي كنت عيلة تكين هلا. مثلا لما بتطلعي مثل هيك لوحة لازم تشوفي وتقري المعنى العميق اللي جواتها فورا. اقرا المعنى العميق اللي جواتها؟ ايه طبعا. مثلا اذا جان شاف اللوحة هاي رح يحبها وتعجبه. رح يحبها وتعجبه؟ عم تحكي عن جد؟ طبعاً، كيف لكان؟ ليكي فتون؟ أنا برأيي تشتريها لهاللوحة. يعني اللي شايفته إنها مرسومة بطريقة كتير حلوة. إيه مكتوب 30,000 ليرة. لو معك كل هالمصاري ما كنت شفتيني واقفة هون. فتون، بينحكى بالمصاري لك بنتي؟ الكريدت كارد تبع جان مانو معي؟ طلعي فيني، جان مو عاطيكي الكريدت كارد تبعه بنتي؟ طبعا معي حماتي، معقول ما يعطي الكريدت كارد لمرته؟ يعني لو أنا مكانك ما بتردد ولا دقيقة واحدة. عم تقولي إنه جان رح يحبها ورح يطير عقله فيها عن جد؟ معناتها رح اشتريها. ايه يلا خلونا نمشي بقى، عصافير بطني عم تزقزق. عمي عنا شغلة صغيرة بالأول، لنخلص منها رح نطلع من هون فورا. طيب يلا. انا حبيت هي اللوحة. يلا تفضل. شو رأيك؟ والله وانا حبيتها كمان. يا الله، ما في شيء لحتى اتغدى. لك انا ميت من جوعي. ألف مبروك، شكراً لاهتمامكم. يا أهلين. شكراً كثير. أهلا وسهلا. برافو يا بنتي، برافو، عملت كثير منيح. اهتمامك بهالأمور الفنية خلاك تكبري بعيني. بالمناسبة كمان شان كبر بعيني، لأنه واثق فيكي ومسلمك كل أمور البيت. ايه طبعاً، أنا اللي قايمة بأمور البيت جده. بهاي النقطة هو واثق فيني كثير. طبعاً بكل شي بيوثق فيني يقبرني. ليكي فتون، روحي أنت هلأ إذا بدك، وهن رح يوصلوا لك اللوحة على البيت، ورح تكون مفاجأة كتير حلوة لجان. معقول الحكي هاد؟ كيف بدها تروح مو حلوة؟ مناكلنا لقمة مع بعضنا وبعدين تحمل حالها وترجع على بيتها، مو هيك حبيبة قلبي؟ ما تنسي كلام اللي قالك يا مراد يا فتون. تركي ينشغل باله عليكي، اللي بتقل حاله بيلحقه، اللي بتقل حاله بيلحقه. معقولة خجلك؟ أنا موافقة جدي. طيب يلا افتحي تليفون لجان فوران حتى هو كمان يتعشى معنا. لا مستحيل. يعني بقصد جان هلأ عنده شغل ولهالسبب ما بيقدر يجي. بروح لحالي، ما بكفي يعني؟ لك دخيله اللي بيفهم شلون انت ما بتكفي. لك انت بتكفي الدنيا كلها وبتوفي كمان يا روحي. تعي لشوف، تعي 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 مع جدي. اعملي وكتري، اعملي وكتري. انا فرجيكي فتون. الو، كيفك رفيف؟ أنا كتير منيحة. عندك شغل اليوم المسا شي؟ اسمعي شو بدي أقول لك.
يا الله دخيلها كمان بش ايش؟ لا تكوني يا بنت بتغشي بالزهر ها. يا عيب شو منك جدو اسماعيل، اذا بدك منجيب فنجان ومنزت الزهر بالفنجان، بس حظي بالزهر كتير حلو وما رح تقدر تربحني بنو. وهي شيش وهي 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 شو هاد؟ معقولة بنت بعمر أحفادي رح تربحني مرس اليوم؟ والله مو ناقصي غير تقلي خوض الطاولة والعب لحالك. شو هالحكي جدي؟ أنا مستحيل إلك هيك، بس يا ريت تتدرب بغيابي. ناجية خانم، حضري السفرة لخمس أشخاص. ليش ابنك رضي يجي لهون مديحة؟ عمي موفتون قالت إنه عنده شغل وبلا ما نخبره؟ عزمت رفيف لعنا، صرنا زمان كتير ما شفناها للبنت واشتقت لها وبتحلى القعدة بوجودها. شكلك كمان ما بتطيقيها لرفيف. جدك كمان ما بيطيقها، ما حبيتها ابدا ابدا. نمروده نمروده. ايه والله لعبي انتي لعبي. لك وين هالبنت؟ مو ناقصني غيرها. قال ما عاد نحاسب بعضنا. إيه انتي بس رجعي وبتشوفي كيف بدي حاسبك، وما رح اسكت بنوب. اها نسياني مفتاحك كمان؟ ماشي رح افتح لك الباب. وينك انت لهلا؟ سيد جانتي كين مو هيك؟ ايه تفضل. عرفتك. تفضل. شو هذا اللي جايب لي؟ هذا طرد لحضرتك. ما بتعرف شو هو؟ لا والله ما بعرف لانه ممنوع يا بيك. فهمت. وقع لي هون لو سمحت. شكرا يا بيك. وهي كمان لحضرتك. شو هي؟ فاتورة بالاذن. طيب يا الله دخيلك. شو هالمسخرة؟ شو هاللوحة البشعة هاي؟ مين اشتراها يعني؟ ليش حاطين اسمي؟ وثلاثين ألف ليرة؟ ولي؟ أنا مشتري هاي اللوحة؟ لك أنا ليش لحد أجيب هاللوحة البشعة؟ شكله نصب علي يا الله. اسمعي لقلك، خدي هالكرت وخليه معك. لك فتون. كأنه ابني طنيت فجأة. مين بده يكون جايب سيرتي؟ عفوا جدو لحظة. يا ويلي، أكيد بيكونوا وصلوا له اللوحة. آخ ما بيكفي صوت الطاولة كمان هلأ الموبايل. لك بنتي ردي بقى على هالموبايل، مين هاد اللي عم يتصل فيكي؟ فهميني يعني. خلص رح رد بس مو هلأ لأنه مو تليفون ضروري، فيها قديمة مو مهمة أبدا. والله يا البنت رح تجيب آخرتي. ما أغلظك، فوق ما عم دقلها بكل وقاحة عم تفصلني. بالأخير إلا ما ترجعي على البيت، استني علي لحتى ترجعي. ليش لا تستنى جان؟ أنا اللي بعرف وين بدي لاقيك يا فتون. لوين بدك تروحي أصلاً غير لهنيك؟ مفكر حالك ذكية كتير ما هيك فتون خانو؟ إيه؟ شراب حياتي، فهمني شو عملت لحتى تعبت كل هالقد من أول يوم عالتلت حجار يعني؟ أنا متت يا ليزا، إذا بضل عم اشتغل هيك يومين تانية بلا حكي بلا طعمة، ما تحكي عن الموت هلا، مانك متعود على الشغل لهيك تعبت. فتوني افتحي الباب. عملك افتحي.
فوتون أنا بعرف إنك ما رح يحل عني، وراي بالشغل وبالبيت، لحقني بكل مكان. اهدى شوي، ليش لحتى يكون لاحقك؟ يلا رح افتح له رح شوف شبه. افتحوا. أهلين. بعرف إنه هون. مين؟ وين هالمجنونة؟ أي مجنونة؟ جاوبوني وين هالمجنونة؟ مجنونة يعني فتون، مين بده يكون غيرها؟ فتون مو هون، ليش أصلاً لحتى تكون هون وأنا مو طايقتها؟ ولك بلا هالحركات، أنتوا الثلاثة أساساً نصابين وكذابين، أنا بعرف كيف لاقيها، بعدي هيك. وينك فتون؟ وينك يا فتون؟ اطلعي وإلا بتندمي ها؟ لك وينك فتون؟ يا فتون؟ واخرتها، قولي وين متخبية؟ قلت لك مو عنا وما بنعرف وينها. اسمعوني منيح، إذا صاروا فتون اتصلت فيكن أو إذا أجت لعندكن لهون بتقلولا على لساني إني شو أنا أحكي؟ خلص ما تحكي لشي بالمرة، بعده هيك بعده. شفتي بعينك ليزا؟ أنا كل يومي بشتغل مع هذا المشروع، والله تعبت نفسيتي. يا روحي أنت خلص اهدأ اهدأ، تعا يا عمري تعا تصدق. رح يصير معي انهيار عصبي، عن جد ما بصير هيك. طول بالك. والله ما عاد فيه، صار معي رعب نفسي من وراه. حقك. يا روحي أنت. وهي ربحتك بالطاولة. يلا عمي خلونا نحن نقوم نقعد، تحسين ورفيف باقيلون شوي بيوصلوا. يلا خلصتوا لعب طاولة؟ لا عاد الجميل سيرة الطاولة وخصوصي قدام فتون. يلا ايه ايه شو تحسين جاي مع رفيف؟ قال هو بمر بيجيبها. تعي يا بنتي الحلوة تعي، انت بصفتك كنتي لازم تعدي جنبي على راس الطاولة. اهلا وسهلا بنتي تفضلي. يخلي لي اياك يا جدي. ولو اهلا وسهلا حبيبتي حبيبة قلبي، أهلا وسهلا اشتقت لك. أهلين تحسين. أهلين حبيبتي. يلا خلصونا بقى، بتسلموا وبتبوسوا بعضكم بعد الأكل. شو هالحلا كله، مو تاركة جمال لحدا حياتي. أهلا وسهلا فيكي فتون، أهلين شرفتينا. مرحبا جدو اسماعيل. أهلين بنتي. مرحبا. أهلين رفيف. رفيف تقبريني عزيم قابيلي لحتى متع عيوني بهالجمال. ايه تكرم عينك. اهلا وسهلا. رفيف حبيبتي معقول تاكلي بس هالقد؟ ايه طبعا وزيادة علي كمان، شكرا كتير إلك. ايه طبعا انتي معك حق حياتي، يعني مو سهلة انه الوحدة تحافظ على جسمها ورشاقتها. ايه بس البنت كتير نحيفة، شوفي يا بنتي اذا ضليتي عم تاكلي هيك رح تمرضي لانه ما في عندك مناعة. بابا عم بحكي غلط شي؟ اطلع بك انتي الحلوة ام خدود موردة، الصحة عم تغدق خدق من وشها مالك شايف؟ دخيل قلبك يا جدي. بدي اسألك فتون ليش ما اجا جان؟ لأنه نحنا كمان ما فهمنا شي رفيف، يعني يمكن هو عم يحضر حاله بخصوص الفيلم الجديد، يعني اكيد كرمال العرض الاول. فتون قالت لنا انه هو مشغول. جان متعلق بشغله كتير، انتي لازم تتعودي. وينك فتون؟ وينك فتون؟ لك هيمانة هون.
فتون وينك؟ الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. مغلق. يا الله، بس ما يكون صاير مع شي لهالبنت. مزبوط، بس بأي صف وقتك انتو؟ بالتاسع يمكن ولا بالعاشر؟ هدول الاثنين جان ورفيف يومتها هربوا من المدرسة، بس هنن وهربانين من المدرسة وصايعين بالشوارع ولا كأنه عاملين شي. مين بيطلع قدامهم بلحظتها؟ مين قصدي؟ يعني مين بده يكون قصدي؟ أنا. بس وقت خالي مديحة عاقبتنا على اللي ساوينا. بس خبت سركن هذا كتير منيح. حتى أنا ما عندي خبر بهالقصة بنوب. بس كان لازم تشوفوا ملامح جان لما لقطتنا خالي مديحة، جان مات من خوفه. وقفوا وقفوا، أنا كمان رح أحكي لكم شو صار معي. موقف مهضوم كتير. طالما هلأ عم نحكي عن جان وعن الخوف تبعه، من كم يوم رجع جان على البيت ومانو لابس المحبس بإصباطه. المحبس ما كان موجود. وشو صار بعدين؟ أنا كتير تفاجأت، قلت له وين اختفى؟ قلت له وين بتكون موقعه يا ترى؟ وجان المسكين لما حس إنه مضيعه خاف وتضايق كتير، ولوش الصبح حبيب قلبي ما نام من قهره. وقلت له منفصل واحد مثله ومنخلص من هالقصة، انت لا تزعل. قال لي مستحيل، لأنه الخاتم مميز عندي، هاد علامة حبنا الكبير ودليل زواجنا السعيد. ومن هذا الحكي وما في علسانه غير بدي المحبس. شو عملتوا بعدين؟ لقيتوا المحبس؟ ايه طبعا جدي التقى، وهذا هو الشي اللي بيضحك بكل القصة. المحبس كان عند رفيق. قصدي بهالحكي انه كان نسيانه عندي بالمحل. ايه طبعا طبعا. الله اعلم ليش اخذت لها القصه 3 ايام، كانت عم تفكر اذا بترجعوا. يا جماعه تاخر الوقت، صار لازم اقوم نام هلا، بدكم تسمحوا لي؟ معناتها أنا كمان رح أمشي. شكراً كتير إلكن على كل شي. جان قبل شوي بعت لي مسج وقال لي التصوير رح يطول للصبح. يا روحي شو بياكل همي؟ أي مو مشكلة بنتي، بتنامي هون الليلة. أنت كمان صرتي وحدة منا، بتنامي بأوضة زوجك، الصبح بتقومي بتفطري وبعدين بتروحي على بيتي. مزبوط اللي عم تقوله جدي، بالنهاية هون بيت أهل زوجي مو هيك؟ وجاني بيفرح كتير لما بيعرف إني رح ضل، لأنه بيخاف علي لما بضل لحالي. هو متعلق فيني كتير. خالي مديحة بالإذن أنا صار لازم رح وصلك على الباب حياتي. يلا تصبحوا على خير. بخير. تصبح على خير جدو اسماعيل. الله معك. الله معك يا بنتي. تصبح على خير عمتي حبيبتي. رفيف تصبحي على خير. تفضلي بنتي تفضلي. حلوة كتير. معقولة جان يكون هو اللي عاملها؟ شو غليظ. خليني افتح الموبايل وطمنه لجان عني، هلأ أمه بتطالعني كذابة قدامه للصبي.
فتون وينك؟ فتون افتحي التليفون بقى، مشغول بالي عليك. فتون اتصلي فيني، دقيت لك كتير وما عم بتردي علي، وينك؟ ألو؟ طمنيني، أنت منيحة؟ إيه منيحة، هيك لكان كلام مراد طلع مزبوط وجاب فايدة. سكرت الموبايل مرة واحدة جن من خوفه علي. طالما أنت منيحة أحكي لشوف، شو عم بتخبصي؟ فهميني وينك لهلا؟ لك أنا عطيتك الكارت تبعي لحتى تروحي وتشتري لوحة سخيفة وبشعة. من خوفه عم يعيط هيك، من خوفه علي ما عم يقدر يفكر. بسرعة جاوبيني وينك؟ أنا بأوضتك هلا. فتون قولي الحقيقة، أنت وين متخبية؟ قولي لي. لك أنا بأوضتك اللي ببيت أهلك ولابسة ثيابك اللي كنت لبسن أنت وصغير كمان، ما رح تصدق. خلصيني فتون، هلأ بدي أعرف وينك. لك عم قلك إني بأوضتك، ليش ما عم تصدق اللي عم قوله؟ طيب سكر، رح أفتح الكاميرا. يا الله دخيلك. شفت جان قديش حلوة التكنولوجيا؟ صدقت شو عم بحكي هلا؟ طلع هون، بلكي بتتذكر هدول الشغلات. لك انت شو عم تعملي عندك؟ اطلع من اوضتي بسرعة، ما كان ناقصني غير تفوتي على اوضتي. انا الليلة رح نام هون بطلب خاص وملح من جدك. لكن من الصبح لو تعرف شو صار معي، أحداث غريبة عجيبة كمان. بالمناسبة أنا بدي أسألك سؤال. استنى شوف، أنت عامل هالاختراع ها؟ حلو كتير وبياخد العقل. مو أنا، هذا رفيف عملت ليها بحفلة تخرجي. إن شاء الله توقع صخرة على راسك أنت ورفيف. ألو شبكي فتون، ما تردي علي. أنا معك. حضري حالك، أنا جاي فوراً. بهالوقتها؟ عن جد بدك تجي؟ اي جاي اخذ مرتي، شو فيها يعني؟ الزلمه مو مطوع قلبه يترك مرته هون وهو بعيد عنا. مراد الله يخلي لي اياك انت ونصايحك، عن جد اللي بيتقال بيركضوا ورا. عم تسمعيني شو عم اقول؟ رح اجي اخذك فورا، فيلا حضري حالك. بكره عندك غسيل مفهوم، وفي كوي كمان، الوسخ رح ياكل البيت. لك انا بعدين رح موت من جوعي، ما في ولا لقمة موجودة بالبراد، والله أنا بموت إذا ما رح تجي اليوم. ليك جانتيكين، أنا ما بشتغل عندك مفهوم؟ أنا شو حكيت لا تزعل؟ لك شو هالزلمة هاد؟ ما بيعرف غير يتأمر علي؟ على فكرة أنا فهمت شو عم تحاول تعمل، عم تلومني لأنه ما زبط مخططك مزبوط. كنت بدك تجمعني مع مراد لتجاكر. أنت ما دخلك، إذا بتحب روح وصارحة. حقيقي ولا تقليد؟ بس مو أنت حبيبتي. كيفك فوتون خانم؟ وأخيراً عرفتي طريق البيت؟ البنت ممكن تحاول ما تخليه يشوفها، ساعتها رح تجذب انتباهه أكيد. فوتون لوين؟
طالعة على أوضتي. طيب قبل ما تطلعي بدي أحكي معك شوي. وبشو بدنا نحكي بقى؟ أكيد بالفن. مو أنت بتحبي الفن؟ تفضل تفضل. ايه فوتون، برأيك الفنان بهاللوحة شو اللي حاول يعبر عنه بالضبط؟ سألت امك هالسؤال، شو بيفهمني بالفن؟ انا رح اشرح لك هلا. الفنان بهاللوحة مثل مو شايف، قصده انا بخربش وبيجي حمار بيدفع مصاري وبيشيل هالقرف من وشي. بس امك قالت هاللوحة حلوة كتير. إذا عجبتها كانت هي تشتريها لبيتها. بس قالت إنه جان بيحب هذا الفن. لا تحطي الحق على أمي لو سمحتي، يعني أمي ما بيخطر ببالها لما شوف هيك لوحة أني رح أشتريها. لا تكذبي علي فوتون. اسمعيني، حق هاي اللوحة رح أخصمه من راتبك لتكوني بالصورة وتعرفي شو ساويتي. ما تحسسه إنه بيعني لها، وقتها بس بتقدر تجذب انتباه النوع من الشباب. جان، على فكرة أنت عم تجرحني كتير. من اليوم ورايح دير بالك على حكيك. خير إن شاء الله. شبه البنت بالعادة بتعيط وبتنفجر بوشي. الله يجيرنا من الأعظم. شو هالمسخرة هاي؟ ألو. نعم هنادي. اسمعني جان، انتو جاهزين لافتتاح الفيلم ما هيك؟ ليك الصحفيين ناطرين مثل المجانين، بتلبسوا وبتتشيكوا انت ومرتك وبتجوا. طيب ماشي، ما تاكلي هم، بشوفك هنيك. يلا باي باي. ليكي فوتون، فوتون وينك؟ يا فوتون. شو صاير لها؟ رح اشرح لك. البنت اذا رجعت خطوة وبعدت عنه التوتر بخف، وما عاد يتخانقوا ويعصبوا على بعض، وهي بتهتم بحالها وبتشوف حياتها. انت منيحة؟ زبطت. شو قلتي؟ لا ولا شي. بسيطة، اليوم بيكون العرض الأول لفيلمي الجديد ولازم تكوني معي لنحضره سوا. ما فيني إجي معك جان، بنوب مالي مصلحة. شو يعني ما إلك مصلحة؟ لازم تروحي. لك انت رقبتك بايدي فوتون، رقبتك بايدي، فهمتي؟ مكان ما انا بكون انت بتكوني. رفيف جاي ولا لا؟ اكيد جاي. لشو هالسؤال؟ ليش عم بسأل برأيك؟ سألت لحتى اعرف اذا الكل رح يكونوا موجودين. ما فيك تتركي للساحة فاضية لرفيف. ما رح اتركها. ما فهمت شو؟ ليش أنا كنت عم بحكي بصوت عالي؟ لك أنت شو عم بتقولي يا بنت؟ ها؟ لك خلص خلص ماشي، رح أجي معك، بس في عندي شرط واحد. وشو هو هالشرط؟ إنه تلغي الدين تبع اللوحة. طيب رح ألغي يا بلوة حياتي، رح ألغي. ممتاز، منيح. فوتون بتلبس شي مرتب لأنه بدنا نوقف قدام صحفيين. ايه فهمت. يا ربي، أنا ليش كل مرة بنسى هالزلمة؟ تأخرت كتير،
لازم بدل ثيابي واطلع بسرعة 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 فتون بسرعة. ممتاز. قول والله ما عم صدق اللي عم بسمعه. لو انت ما علمتني مراقبة الناس ما كنت رح انجح. شكرا كتير، عن جد بتشكرك من قلبي. الحمد لله. هلأ صار فيني روح واتحمل الصحفيين المملين هنن واسئلتهم. يلا يلا امشي معي. ليش لوين؟ بدنا نروح على حفل افتتاح فيلم ولجان. رح يكون احسن اذا ما بروح، وجان ما عزمني اصلا. كيف؟ شو يعني ما عزمك؟ بالله كيف يعني؟ انتو رفقات من زمان كتير واكيد بيكون نسي يعزمك. خلص فوتون، ما عزمني وماله نسيان، نحنا ما عم نحكي مع بعض. بالله شو متخانقين؟ ايه بلا غلاظتكن هلا، انتو رفقات من ايام الطفولة، واذا هو ما عزمك اكيد بيكون نسيان، ولما يشوفك رح يفرح، وبهالطريقة كمان بتتصالحوا. يلا. لا فوتون ما فيني اجي، بس فيني وصلك اذا بدك. طيب ماشي، وأنا على الطريق رح أقنعك تحضر الفيلم. أصلاً ما في داعي تروح تغير ثيابك لأنك دائماً مجهز حالك. يلا يلا والله رح تنبسط. تعرف أنا لهلأ ماني مصدقة مراد. شو؟ أنا ماني متأخرة، بالعادة بتأخر كتير، بس طبعاً بفضلك ماني متأخرة بنو. أنت عم تنقذني على طول. مراد اسمعني، انت لازم تحضره للافتتاح. ليك ما تخجلني، الله يوفقك. معقول ما تحضر الافتتاح؟ صدقيني بيكون احسن اذا ما رحت. لا ما بيصير، انتو لازم تقدروا قيمة الصداقة. ليك انتو كبرتوا مع بعض من لما كنتوا صغار، جان انت رفيف، الثلاثي المدهش. مراد بدي اسألك سؤال، جان هو اللي علمها لرفيف السواقة البسكليت مو؟ لا أنا علمتها. حلو كتير. ليش؟ ولا شي، مجرد فضول مو أكتر. ايه أنا علمتها، حتى بأول مرة وقعت وقعة قوية كتير وجان راح جب لبوزة بتذكر بهالطريقة بس وقفت بكير. جب لبوزة إلا كمان؟ لك مراد مو ظابطة معي ما تحضر الافتتاح. انزل والله رح ننبسط. لا خلص فوتون، انتم انبسطوا بسهرتكن، عن جد ما رح اقدر فوت. سمعتك عم تقول ما رح تفوت، ما حبيتها منك مراد. معقول تترك رفيقك بهيك يوم؟ ما رح اقبل، رح تطلع لفوق ورح ناخد كلنا صورة جماعية. يلا فوتون خدي المفتاح. هي قالت ما دخلني. يلا انت وياه شوفكم فوق. يلا يلا لك يلا. انتي منيحة؟ ايه منيحة، ما تخاف علي، منيحة. ما انتبهت، حصل خير. بدي اسألك مراد، شوف الفستان اللي لابسته حلو برأيك؟ أنا بحياتي ما حضرت مناسبة مثل هي. أنتي حلوة كيف ما كنتي، يعني ما في لزوم تتصنعي مثلهم. شكرا لك. يلا تعال. تفضل. لك معقولة أنت ليش تأخرت هيك؟ روح ضيف العالم بسرعة، روح لهنيك. سعيد تعال هون، تعال. العمى خلص مراد، روق شوي، شبك، اهدى. لكي هذا مو مراد؟ أنا بدي سلم على رفقاتي، ما بطول. إيه ماشي.
مرحبا، كيفك؟ يا أهل المراد، كيفك؟ كيفك فتون؟ موتتني من الرعبة. شبك، شو أخبارك؟ أنت شو عم تعمل هون؟ فهمني. لك شبك، أنا بلشت كمساعد عن جان، وين ما بيكون هو لازم كونوا أركض وراك. دخيلك، احاول تزبطها ولا تروح الفرصة من إيدك. أنت رح تصير أب، والله يعينه لأبنك. بزعل مني، أنا تغيرت كتير. ليك اللي قدامك مو عماد ولا بيشبهه. بالمناسبة ليزا اجت معي ليك هون. تعي حبيبتي. اسمعي، بديري بالك على مرتي، أنا عندي شغل كتير وما فيني ضل معكم، لهيك ديري بالك على مرتي فتون. بحبكم، باي. لك خفة شوي. لك فتون ما تعملي هيك، يلا لو سمحتي كرمالي خلينا نتصالح، أنا مقهورة ولا تنسي إني حامل، إذا أنا زعلت البوبو بيزعل. رح صالحك بس مشان ابنك. تعي تعي خليني ضمك، تقبري قلبي شو اشتقت لك حبيبتي. ماشي. لك فتون، من هالشب الحلو شو دخلك انتي؟ كيف يعني شو دخلني؟ انتي مو على اساس متزوجة من جان تيكين على الورق؟ واكيد انتو ما بتحبوا بعض. لك ليزا شو دخلك انتي؟ شو بدك احسن من هيك؟ لك فتون، ليش عم يطلع فيكي هيك؟ ليكون في شي بيناتكم. ليزا خلص روحي من وشي بسرعة، يلا وديري بالك على الصغير ولا تكتري بوشار، الله معك. شخصيته بتجنن. روحي من وشي. لكي فتون، طلع عندي شغل كتير مهم، بس منحكي بعدين. ماشي ماشي. شو أخبارك فتون؟ منيحة. إذا عندك وقت حابة أحكي معك بموضوع. قلتي موضوع؟ شو رأيك نقعد بالكافيه؟ في وحدة تحت. جان أصحك تتوتر، ماشي؟ كل شي منيح، وفتون كمان صارت هون، ما في مشاكل. عن جد إجت فتون؟ إيه طبعاً إجت، إجت هي ومراد. وبس يخلص الفيلم رح يعملوا معكم مقابلة، ولو سمحتوا أنتوا طالعين من القاعة طلعوا ماسكين إيدين بعض. معلم جان، تأمرني بأي شي؟ إيه لا بقى تنادي لي معلم. حاضر معلمي. تفضلي. عم بسمعك فتون. خلينا نحط حد للعب الولاد اللي بيناتنا وابتداءنا من اليوم. اي لعب ولاد؟ هلا لا تعملي لحالك ما بتعرفي شو القصة، بكل فرصة بتسمعيني حكي وبتقارني حالك فيني كل الوقت، وبتضلي عم تحاولي تثبتي وجودك، وعم بشفق عليك لانه كل هدول مبينين. لهيك في لك عندي عرض مميز. تفضلي. خلينا اليوم نحط حد نهائي لهي اللعبة السخيفة. انتي برأيك اليوم المسا جامع مين منا رح يطلع؟ رح يطلع معك انتي؟ ولا رح يطلع معي انا؟ شو صار لك؟ وين ثقتك الزايدة بحالك؟ ماشي قبلاني بشرطك موافقة، لنشوف مع مين جان رح يطلع، مع البنت اللي تزوجها؟ ولا رح يطلع مع رفيقته؟ نحن كتير متحمسين لنشوف الفيلم هنادي. شكرا لك، بالتوفيق ان شاء الله. موفق جنبك. بالإذن منكم. شكرا. كيفو نجم؟ كتير متوتر. مو لهالدرجة هنادي، لا تبالغي. المهم أنا رح أعمل فتلة بالمكان وبرجع. جان شو رح تعمل بعد العرض؟ ما رح أعمل شي بنو. ليش؟ حابة نروح مع بعض على شي مكان. لوين يعني؟ ما بعرف، لوين ما بتاخدنا رجلين. جان عنا مقابلة سريعة، يلا تعال. لك هنادي شو صار لك؟ تركيني أخذ نفس دقيقة بس. يلا لأشوف جان، استعجل. ومين هاي كمان؟ شوفي أمانة حلوة.
لفيف خانو، انت بتعرفي شي عن الفيلم؟ تفضلي. جان بيك، واجهت صعوبات بالتصوير؟ طبعا. تفضلوا يا جماعه، رح نرجع نشوفكم بعد العرض. ممكن تجاوبينا لو سمحتي؟ تفضلي. اهلا وسهلا، شرفتوا. تفضلوا معي هنيك اذا بتريدوا. تفضل هون. ايه اسلام. اهلا وسهلا. هنادي، وين فوتون؟ مو لازم تكون هون؟ ما بعرف، من شوي شفتها. ألف مبروك. شكرا. عن جد كان فيلم بياخد العقل. مبروك عليك. انبسطنا كتير. أنا بتشكركم لحضوركم يا جماعة. شكرا. والله حلو هالفيلم. شكرا. ايه يلا امشي امشي بسرعة. شكرا. جان بيك رضيان عن لحظة. بتعرفي شي وين فوتون مو مبين؟ ما بعرف، ما شفتها ابدا. خفيها شوي ليزا. ممكن تجاوبينا لو سمحتي؟ ما بعرف. طلعي هلا نفهم كل شي. طلعي بعد اذنكم يا جماعه. يا جماعه اذا جاهزين خلونا نبلش، بس باختصار سؤال او اثنين لو سمحتوا. جان بيك، شو اللي خلاك تشتغل بهالفيلم؟ والله بعد ما قريت السيناريو كنت مؤمن إنه الشخصية بتناسبني كتير، وطبعاً بعد ما أخذت السيناريو اشتغلت على الشخصية 5 أو 6 شهور تقريباً. الفيلم كان كتير حلو، وبتمنى إنه تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة، وبتمنى من قلبي هذا الفيلم ياخد حقه. وكمان بحب أتوجه لكل العاملين بهذا الفيلم بالشكر على جهودهم الكبيرة. يا جماعة بكفي هيك هلأ إذا بتريدوا، أصلاً بعد شوي رح وزع على الجميع تصريح خطي قبل ما نمشي، وهلأ خلونا نسمح لجان بيك لو سمحتوا. شكراً كثير على حضوركم. شكراً لكم. يعطيكم ألف عافية. شكراً كثير. ألف مبروك. شكراً لك. إن شاء الله ألف. الله يبارك فيك. علي كنت رائع. اسمع مني، إذا هالفيلم ما ضرب ضربته وكسر الدنيا، أنا ما بيكون اسمي عماد، وبكرة بتشوف معلم. وين فوتون؟ اتصلت فيها؟ اتصلت وطلع مغلق معلم. اتصل فيها هلأ. حاضر. وين هالبنت؟ جان؟ أنا حجزت مشان نتعشى سوا وناطريننا هنيك، خلينا نمشي قبل ما يجوا الصحفيين. معلمي طلع مغلق. طيب خبر هنادي اني طالع وبتصل فيه. يا تكرم على عيني. تفضل. يلا تفضلي حبيبتي.
سيارتك هون رفيف؟ بس مو مشكلة، بخلي حدا يجيب لي اياها، منروح بسيارتك. فيني افهم انت شو عم تعملي هون؟ بتعرفي اني كنت عم دور عليك كل الوقت، وينك انت؟ التقيت برفيق قديم جان واخذنا الحكي. رفيق قديم قلتيلي؟ يعني حضرتك ما شفتي الفيلم؟ انا ماني مصدق اللي عملتيه. بس قال الفيلم ممل. ممل؟ ومين قال لك هالحكي فتون؟ سمعت اللي قالوا الناس وهن طالعين من الصالة. كنت اليوم بحاجة كتير انك تكوني معي لتوقفي جنبي وتدعميني، بتعرفي ولا لا؟ بلا بعرف، هنادي هيك بدها. اذا خلص شغلك فينا نمشي بقى جان؟ ايه منمشي. رايح مع رفيف فتون. لوين؟ يلا تأخرنا كتير جان. شو فتون؟ نسيتي شو اتفقنا؟ المحاسبة ممنوعة، مظبوط؟ جان، لا تروح معه. ما بدك روح؟ لا. ليش؟ لأنه لأنك إذا رحت ما رح تلاقي شي بالبيت لتاكله. أنا رح أتعشى برا فتون. الو، ليك عماد، فتون لساتها بالسينما لهلا. شو بيعرفني ليش تليفونك كان مغلق؟ بتدور علي وبترجعها على البيت، ماشي؟ اتفقنا. الله معك. ايه لوين؟ رأيك نروح نرقص بعد ما نخلص عشاء؟ تفضل. بس دقيقة، لسه ما قررنا إذا بدنا ننزل ولا لا. مثل ما بدك. يسلموا. شو في جان؟ ليكي رفيف، في مجال تعفيني من السهرة الليلة؟ معقول بعد ما وصلنا لهون على الباب؟ لا تواخذيني، بس
ما انتبهت اني تعبان لحتى وقفت. راسي كتير عم بيوجعني وتعبان كتير، وبصراحة رفيف ما لي خلق ابدا على شوفة الناس وعجقتهم. يلا خليني وصلك على البيت، بس بوعدك اني رح اعوضك عن سهرة اليوم. اتفقنا؟